الرستان 27/2/2012 قصف على المدينة بالمدفعية الثقيلة وبالصواريخ. حلال من الله، حلال من الله يا ظالم. هاي صحاتي يا بشار، هاي صحاتك. وانت بدك دستور يا ظالم، يا إيراني يا كافر. حلال من الله، هيك هيك الله بده. انت هيك بدك يا ظالم، هيك عم تقتل شعبك. الله يخرب بيتك روح، الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. الله يا رب، الله يخرب بيتك، الله يقرب عمرك. كما نلاحظ انهيار تام للأبنية السكنية في مدينة الرستن، الخراب والدمار في كل مكان، حيث تم استهداف هذه المنطقة بعدة صواريخ طبعا لا نستطيع الخروج إلى الشارع بسبب القنص من مفرزة الأمن العسكري على الطرف الشرقي لمدينة الرستن التي تقع على الطريق الدولي.